ابتدي مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح وأهمها. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة، ووجه سيادته بتعزيز جهود تنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تدخل به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد، وده بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة. خبر مهم ايضا بيقول فيه ان امبارح ايضا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطورات الاعمال الانشائيه الخاصه به. واكد سياده الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري الكبير وما بين كافه المواقع المحيطه به من خلال شبكه الطرق والمحاور المؤديه الى هذا المتحف. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى الوزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الآثارية، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطورات الأعمال الإنشائية، خاصة ما يتعلق بكافة المرافق والخدمات ذات الصلة. وقد وجه السيد الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري وكافة المواقع المحيطة به من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، خاصة من مطاري القاهرة والسفنكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، بما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، ويتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء. كما تم عرض الجهود الجارية لترميم عدد من المناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، خاصة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وكذلك قصر الأمير محمد علي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار. الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز مسارات عمل الوزارة والتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية بهدف تنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تذخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة، فضلا عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، وهو الأمر الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة. وقد عرض السيد وزير السياحة والآثار في هذا الصدد خطط الوزارة المستقبلية بهدف تحفيز مناخ الاستثمار السياحي في جميع المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة طاقة خطوط الطيران المتاحة إلى مصر، خاصة منخفضة التكاليف، وكذا تحقيق التكامل مع جهود الدولة التنموية، فضلا عن التطوير المؤسسي والتشريعي لقطاع السياحة، بما يساعد على رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتعزيز معدلات تدفق السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية. خلونا نروح دلوقتي مرة تانية لزميلتنا منى الشرقاوي نعرف منها أسعار الذهب والعملات. شكرا لك يا فسان. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع معاكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية.
الدولار الأمريكي بيسجل 24 جنيه 37 قرش للشراء، 24 جنيه 45 قرش للبيع. اليورو بيسجل 25 جنيه فاصل 08 للشراء و25 جنيه و17 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 28 جنيه 71 قرش للشراء و28 جنيه 81 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 25 جنيه 74 قرش للشراء وبيسجل للبيع 25 جنيه 83 قرش. اليوان الصيني بيسجل 3 جنيه 44 قرش للشراء، 3 جنيه 46 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 6 جنيه 48 قرش للشراء، 6 جنيه ونص للبيع. والدينار الكويتي بيسجل 79 جنيه و18 قرش للشراء، 79 جنيه 47 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 6 جنيه 63 قرش للشراء، 6 جنيه 65 قرش للبيع. أما بالنسبة لأسعار الذهب فسجلت الآتي: عيار 18 سجل 1076 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 1255 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1434 جنيه للجرام. أما الجنيه الذهب فبيسجل 10080 جنيه للجرام. خلينا على طول نروح لمصطفى والباسنت نتابع معاهم أبرز الأحداث اللي حصلت امبارح. تفضل. شكرا ليك يا منى. كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار والاحداث المهمه، ابرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من اجل متابعه الاجراءات اللي تم اتخاذها لمواجهه نوبات تلوث الهواء في مناطق القاهره الكبرى والدلتا وسط الصعيد. كمان ايضا وافقت الحكومه على تقنين اوضاع 125 كنيسه ومبنى ليصل الاجمالي الى 2526 كنيسه مقننه. ايضا من اخبارنا ان الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي شهد البحث الرئيسي لاداره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات اللي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء بمناطق القاهرة الكبرى والدلتا ووسط الصعيد، وده خلال الفترة من 21 سبتمبر ولحد 15 أكتوبر 2022. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة ليها. اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة اللي تمت منذ آخر اجتماع عقدته فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية اللي طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه وافقت اللجنة في اجتماعها امبارح على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابع، وبكده بيبلغ عدد الكنائس والمباني اللي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة ولحد دلوقتي 2526 كنيسة ومبنى تابع. امبارح نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت بخصوص إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 500 جنيه. المركز تواصل مع وزارة القوى العاملة اللي قالت إن الكلام ده مش حقيقي وإن مروجي هذه الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وإن الرسائل دي بتستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين والنصب عليهم. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرار بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج. نص القرار على أنه يحق للمصري اللي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، وده طبقاً للشروط والأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان تنمية وتطوير الشخصية العسكرية داخل المجتمع العسكري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة، واللي بيأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2022-2023
وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر والبناء مع الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفارتهم بجمهورية مصر العربية، نظمت القوات المسلحة عدد من الزيارات الميدانية والتثقيفية لوفد من الملحقين العسكريين المعتمدين، وده في إطار حرص القوات المسلحة على بناء روابط وثيقة مع الملحقين العسكريين المعتمدين لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. نروح دلوقتي مع حضراتكم في جولة في المحافظات المصرية، ومعنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، وأبرزها توقيع عقد مع مستثمر صيني لإقامة أكبر مشروع لتصنيع الجوارب في الشرق الأوسط وده في مدينة بورسعيد، كمان تقديم تسهيلات لاستخراج تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني في الوادي الجديد، وكمان زراعة 5000 شجرة بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من بورسعيد اللي تم فيها امبارح توقيع عقد لإقامة أكبر مشروع لتصنيع الجوارب في الشرق الأوسط مع أحد المستثمرين من دولة الصين باستثمارات تبلغ 37 مليون دولار وبنسبة تشغيل عمالة تتجاوز 1000 موظف على مراحل المشروع، وده في إطار سعي الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية. في بني سويف أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية ميانا مركز أهناسيا مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، وتم الكشف على 1480 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان، وده ضمن حياة كريمة. في الفيوم تم توزيع 5000 شجرة على مجالس المدن مقدمة من جهاز شؤون البيئة لزراعتها بمختلف مراكز وقرى المحافظة. في سوهاج قامت مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتعيين 832 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 18 من ذوي الهمم. في الإسماعيلية أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية انطلاق مبادرة لدعم مرضى السكري ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للتوعية بمرض السكري، وتم تنظيم حملات توعوية للمرضى من الساعة 11 الصبح ولحد الساعة 4 العصر داخل مجمع الإسماعيلية الطبي. في البحيرة أعلن المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الانتهاء من تنفيذ حملة مكافحة القوارض للمحاصيل الصيفية لموسم 2022 على مستوى المحافظة على مساحة قدرها 273 ألف فدان في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. في جامعة أسيوط وافق مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على تعيين 9 أساتذة بعدد من كليات الجامعة. في شمال سيناء شهدت مدينة نخل افتتاح ورشة تصنيع كليم طبيعي بتتيح فرص عمل للأسر بمختلف أنحاء مدينة وقرى مركز نخل. في كفر الشيخ تفقد المحافظ اللواء جمال نور الدين الأعمال الفنية وجداريات ملتقى البرولوس الدولي التاسع للرسم على الجدران والمراكب بمدينة برج البرولوس، وده خلال فعاليات الملتقى اللي استمر خلال الفترة من 1 ل 14 أكتوبر. في الوادي الجديد قال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الدكتور مجد المرسي إنه في تسهيلات لتوفير كافة الخدمات للراغبين في استخراج تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني والمشروعات اللي بتتطلب موافقة القطاع الزراعي بهدف دفع عجلة التنمية وتلبية مطالب المواطنين.